عندهم أغنية ثانية اسمها مدينة. الله، ذي الأغنية بتعجبكم يا عيال. جماعة الخير، بقول من زمان عن مقاطع الشاطح لأني منزل تقريبا قبل 3 أسابيع. والله من زمان يعني، ومن زمان هذه النقطة صح. مقطع اليوم يا جماعة الخير عبارة عن ناس ياخذون الأغاني أوكي ويحولونها إلى أغاني بطابع إسلامي. قناة اسمها الدين سكواد تقريبا بتاخذ الأغاني زي ما انتم شايفين هنا قدامكم، الأغاني المشهورة زي هافانا زي جاتس بلان أوكي، ويحولونها إلى أغاني بطابع إسلامي. طيب راح نسمع مع بعض ونشوف ايش الوضع تعاون الأمان أوكي. أنا ما راح أتدخل في موضوع حلال حرام ومن ذا السواليف، لا أوكي، حيكون الموضوع ردة فعل إلى حد ما يا جماعة الخير. طيب فلا تنسون تضغطون زر اللايك يا جماعة الخير عشان تستمر المقاطع الشاطحة، وهيا بنا ننطلق. أغنية اسمها مكة. الله أكبر، أنا مكة، أنا أبغى مكة هذه عشان إني أنا ساكن مكة وزي كذا. فليتس جو. مكة مكة بسم الله إن شاء الله. أوكي طيب كمل. ميكي on the track. Yeah. أمشي براذر. إيه براذر هم يسلمون على بعض. هم لابسين الإحرام أوكي. أوه ركبين جت ورايحين على مكة. ياه اخي قصده براذر. اوه ايه براذر ايه برو دين سكواد جي دين كي زي بسم الله ليتس جو. صراحه انا ما ادري والله، انا الان يعني سلاك مخي داخل ببعض، انطرب ولا لا. اوكي يقول ام دوين هاي سوي الحج لكي يعني الخطايا حقتي ذا يعني تصير يعني انسان فك. صلى الله عليه وسلم حاطينها في نص الاغنيه على اساس انه باك نويز، فاهم؟ استغفر الله العظيم. جايبين الموية يعني بدل الخمر، يعني أقول لك محورين كل شيء إسلامي. الله عليكم يا شيخ، يا شيخ انصر دينكم والله. للأمانة يا أخوان كلمات الأغنية رهيبة، إنه أنا بروح مكة أبغى حج، الناس يجون من حوالين العالم كله ومن ذا السواليف. رهيبة الأغنية ككلمات، يعني ما فيها أي إساءة سواء ضد مكة أو ضد الكعبة أو ضد الإسلام أو الحجاج أو ذا. فأغنية رهيبة إلى حد ما بغض النظر حلال حرام، أنا مالي شغل. عندهم أغنية ثانية اسمها مدينة. الله، ذي الأغنية بتعجبكم يا ايش وضعهم اللي قاعدين يدعوا ورا على اساس انه من جو الكليب. شوف مولانا هنا انا الاغنية حلوة بس الفيديو كليب غريب، انك تصور كلمات اسلامية عن المدينة وانه انا ابغى اروح وابغى اصلي ما اقدر استوعب هذا الشيء يا اخي. المفترض انك تغني وانت واقف من غير ما تسوي ياو مدينة ما ينفع، لازم تكون واقف. احس هذا الشيء اللي ينفع يا اخي، ما ادري. جاك الريمكس روح. بغض النظر اغنية اقسم بالله اسطو، اسمعوها يا شباب. في أغنية اسمها اللا بلان، طبعا هذه الأغنية مقتبسة من جادس بلان، تعرفون دريك عاد ما يحتاج أوكي. هذه الأغنية الأصل يا أخوان ها. أوكي هذه الأغنية حق دريك معروفة تعرفونها كلكم. الآن خلينا نشوف دين سكواد كيف حولوا الموضوع إلى موضوع إسلامي وكذا. أوكي ليتس جو.
وربي راح يشقوني بكوبي رايت الارض. ما عليه ما عليه. Crazy how Allah brought us close to the deal. Sammy Tyson thuggin, he was running the streets. يقول لك سامي تريسون thuggin, he was running in the streets. يعني كان يسارق وكان يجري في الشارع. صح كده عليه انجليزي ولا خبصت؟ Islam at the age of 15. Me I had to flee. اوكي ذاك دخل الاسلام وكان كان عمره 15. اوكي. Coming close to death got me thinking. ربنا. Oh what a ni'ma to be living. سبحان الله what if God picked me how many حسنات would I bring when we meet Allah's plan Allah's plan there's a wisdom being broke I lost my vision seeing gold دنيا had me by the throat دنيا وسخة you ain't taking nothing but يا اخي رهيبه اغانيهم اقسم بالله انه مساطيه تحت تصويرها فيديو كليب رهيب الكلمات قولوا انه انا كنت يعني اسوي زمان اخطاء وكذا والان انا يعني حر وصرت يعني مره اوه حط سلسله حق مكتوب عليها الله صح بدل ما تجيب سلسله وتحط عليها الصليب جيب سلسله تحط عليها الله يا اخي شوف الإسلامي 100% حتى جاب صور ويوم كان خربان وزي كذا وربي هداه دحين I'm from OT. Back in Jahiliya, we just smoke weed. Back in Jahiliya, يقول لك. Had to switch my life, I turned to Tawheed. سلام عليك. Imagine where I'd be if I had no din. سلام. هذه الأغاني منها هدف سامي. كنت إنسان يعني ماني كويس أصبحت كويس. كنت داشر صرت كويس. يعني الأغنية هذه. ممتاز في هنا أغنية يا جماعة الخير اسمها جنة مقتبسة من أغنية وشو مقتبسة من أغنية بند 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 أوكي دخلت جو مرة أنا أوكي خلينا نشوف الآن وش وضع جنة وبندة يعني كيف جايبينها خلينا نشوف الآن سلام حلو أوكي جايبين لك بندة إسلامي برضو يعني ملبسينه مو سلسلة سبحة كبيرة خلينا نشوف سبحة كبيرة أوكي وثوب شكله أبلة بس عادي أطربني يلا وأرفع صوت يلا ها أبغى الدروب بيت Jenna. Listen, you got broads in Atlanta. Whoa. I got my wife up in Jenna. Whoa. Did it all for the Azure. Whoa. Bismillah, fix my intentions. Pop palaces, golden. You see me, I'm ballin' in Jenna. All I just wanted was Jenna. So I'm saying bunch of henna. Wine river sipping. You see me, I'm ballin' in Jenna. All I just wanted was Jenna. حبيب قلبي يا اخي drink that divine wine cause we about to enjoy this moment اهم شيء التمر نازل والعسل سبحان الله جميلة كده they know استغفر الله as in Jannah man you can do whatever you want in paradise you know what I'm saying that's what Jannah's for صحيح silk turn up everything yeah Dean squad JD اوكي الاغنية يعني مو مرة صراحة يعني ما انطربت لكن كلمات رهيبة يا اخوان انه عندك حرية في الجنة تستناك في الجنة طبعا يا اخوان تعرفون اغنية جوتشي جانج ها جوتشي جانج جوتشي جانج جوتشي جانج جوتشي جانج جوتشي جانج جوتشي جانج عندهم اغنية اسمها فجر جانج الناس اللي يصلون الفجر في جماعة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم Fajr game, Fajr game, Fajr game, Fajr game, Fajr game, Fajr game, game. Listen, man. From my salat every single day. Ain't Wahhabi, but I'm super strict when I pray. Beast like Imam Hussein, J Dean. Why you gotta mention the Ahlul Bayt? 'Cause I'm the Dean. I don't give a ish for what they say. Don't wanna change the entire game since I became a. والله طرب. يعني عندهم أغنية أيضاً مشابهة لأغنية Look Alive حقت. 901 Shelby Drive. Look alive, look alive. خلنا نسمع Look Alive حق Dean Squad يا ولد. Mika, Dean Squad 2, Mika.
في سكوات سوي ميكا في سكوات تلا ميت God Lebanese Cedar Southside where my G's are Man we praise God we don't fear y'all Twitter sheikhs wanna punk off But in real life they appear soft الموسيقى هي حرام That's your opinion not Quran Holy music is freaking historical طيب على العموم يا جماعة الخير وصلنا لنهاية المقطع أتمنى أنكم استمتعتوا بالمقطع أوكي لازم تشيكون على قناة دين سكوات أو تسمعون الأغاني والكلمات حقتها بالذات شيكوا على قناتهم يا إخوان يعطيكم العافية على المتابعة زر اللايك تابعوا الحسابات تحت اشتركوا كذا